بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذنا الأعزاء المقبلين على شهادة البكالوريا، في هذا الفيديو القصير سنتحدث على المناقشة البيانية بصفة عامة، ونشوف يعني كمثال المناقشة البيانية اللي كانت موجودة في بكالوريا 2022 شعبة العلوم التجريبية في كلا الموضوعين. صح، أولا لازم نتفق باللي حلول المعادلة، حلول هذه المعادلة اف لي اكس تساوي الفا اكس زائد بيتا بيانيا هي فواصل، فواصل نقاط تقاطع سي اف اللي هو منحى الدالة اف مع المستقيم ذو المعادلة. نحط دائما الطرف الثاني هذا، نحطو ايكغيك يساوي دونك ايكغيك مستقيم ذو المعادلة ايكغيك تساوي الفا اكس زائد بيتا. الحلول هي فواصل نقاط التقاطع، اذا كان يتقاطع توجد حلول، ما يتقاطعوش لا توجد حلول. عدد الحلول هو عدد نقاط التقاطع. صح، اذا كانت المعادلة من هذا الشكل اف لي اكس تساوي، يعني بصفة عامة اف لي اكس تساوي جي لي اكس، الحلول تاعها بيانيا هي كذلك فواصل نقاط تقاطع سي اف مع في هذه الحالة سي جي، يعني تمثيل البياني للدالة جي، هذه بصفة عامة. صح، روحوا دوك نشوفوا بكالوريا 2022 تاع السنة الماضية اللي كانت في التمرين الأول اللي عليه ربع نقاط. عندك رسم اطرح عليك مجموعة من الأسئلة، السؤال الأول بقراءة بيانية إلى آخره. اللي رانا نهتموا به في هذا الفيديو هو المناقشة البيانية، يعني السؤال الثاني المناقشة البيانية لعدد حسب قيم الوسيط الحقيقي ام عدد حلول المعادله اف لي اكس تساوي اكس زائد ام. هذا راه وسيط حقيقي. واش معناه وسيط حقيقي؟ معناه هو عدد بصح ما نعرفوش القيمه تاعو. دوك حنا نوليو نجاوبو يعني حسب قيم ام، اذا كان ام كذا فان الحلول تكون كذا، اذا كان ام الى اخره. دوك نناقش رغم اننا ما نعلموش القيمه تاع ام، يعني نناقش حسب القيم التي ياخذها ام يعني في مجموعه الاعداد الحقيقيه، يعني نناقش حسب كل القيم للعدد الحقيقي ام. كيف ذلك؟ صح، دوك نجيب الرسم، نكبرت الرسم هنا حتى نتمكن من الملاحظه. طبعا معادله المماس من خلال السؤال الاول هي ايكغيك تساوي اكس اللي هو المنصف الاول. اما المعادله اف لي اكس تساوي اكس زائد ام، دونك هنا السؤال الاول او الملاحظه الاولى العلاقه بين المنصف الاول اللي هو تي، المعادله تاعو ايكغيك تساوي اكس، والمستقيم هذا اللي هو اكس نسميه مثلا تي فتحه لنناقش ولا تي ام اللي يساوي المعادله تاعو هي اكس زائد ام. العلاقه بينهما انهما متوازيان، عندهم نفس معامل توجيه. نتذكر سويا ان مستقيمان متوازيان لهما نفس معامل توجيه، معامل توجيه لي نتحصل عليه بعد كتابة المعادلة المختصرة. المعادلة المختصرة للمستقيم هي إيكغيك تساوي ألفا إكس زائد بيتا، طبعا المعادلة المختصرة لمستقيم كيما نقولوا مائل أو أفقي، أما مائل أو أفقي، أما المستقيم العمودي ما نقدروش نكتبوه على هذا الشكل، هو كيما المستقيمات المقاربة مثلا يكتب على الشكل إكس يساوي عدد. مستقيمات هذه المائلة أو الأفقية معادلتها من الشكل ألفا إكس زائد بيتا. صح، معامل توجيه هو هذا الألفا هذا اللي مضروب في إكس، مستقيمان متوازيان لهما نفس معامل التوجيه. تلاحظ باللي هذا المستقيمان عندهم نفس معامل توجيه، عندهم نفس معامل توجيه. يعني أتساءل لما أم تساوي صفر، أول ملاحظة لما أم تساوي صفر، لما أم تساوي صفر نتحصل بالضبط على المماس، نتحصل بالضبط على المماس. والسؤال هو عدد حلول المعادلة، ونزيد من عندنا إشارة الحلول كذلك حتى نتدر. صح، كذا كان أم يساوي صفر قلنا فإن المعادلة تصبح اف لي اكس تساوي اكس، اف لي اكس تساوي اكس، يعني الحلول هي فواصل نقاط تقاطع تاع المنحى الدالة اف مع المماس. طبعا نعلموا بلي المماس ومنحة الدالة يشتركوا في نقطة واحدة، إذا في هذه الحالة نقول يوجد حل وحيد معدوم، له معدوم على خاطر المماس في الصفر، مماس في الصفر، فاصلة نقطة التماس هي الصفر. صح، نروح نشوف الحالات الأخرى كيفاش نتحصل عليهم. لما نفرض أو نتخيل سويا أم يساوي واحد، راح تحصل على المستقيم بهذا الشكل موازي له ويشمل النقطة هذه ذات الفاصلة صفر والترتيبة واحد. إذا كان أم يساوي اثنين مثلا، طبعا أم يأخذ جميع القيم الحقيقية، يأخذ جميع القيم الحقيقية مش غير الأعداد الطبيعية واحد واثنين فقط، حنا باش نفهموا ندير درنا واحد واثنين. تلاحظ في هذه الحالة واش درنا الأم، هنا سحبناه مثلا هذا المستقيم هذا اللي يشمل النقطة هذه
صفر واحد، وسحبناه بمقدار، سحبناه بمقدار جي الشعاع جي، يعني سحبناه الأعلى بخطوة واحدة، سحبناه بالشعاع جي. في هذه الحالة كما راك تشوف يقطع المستقيم هذا المنحى الدالة اف في نقطتين، راح يقطع في نقطتين، هذه النقطة وهذه النقطة. هنا الحل راح يكون فاصلة هذه النقطة راح يكون موجب كما راك تشوف، أما هنا سيكون سالب. في الحالة الأخرى ثاني كيف كيف راح يقطع في نقطتين، واحدة موجبة والأخرى سالبة. إذا واش نقول احنا إذا كان أم وقت تصلح هذه تصلح في الواحد واثنين وتصلح في 0.01 و 0.3 إلى آخره، لما أم ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية راح يكون المعادلة هذه للمعادلة حلين موجب ومعدوم، موجب ومعدوم. نزيد نشوف الحالة الأخرى لما أم يأخذ قيم سالبة، لما أم يأخذ قيم سالبة مثلا أم يساوي ناقص واحد، إذا كان أم يساوي ناقص واحد معناه المستقيم هذا راح يكون يوازي ويشمل النقطة ذات الفاصلة صفر والترتيبة ناقص واحد، راح يكون بهذا الشيء بهذا الشكل. كما راك تلاحظ في هذه الحالة لا توجد نقاط تقاطع وبالتالي لا توجد حلول. إذا كان كذلك مثلا ناقص 0.2 كذلك لا توجد نقاط تقاطع، هنا كذلك لا توجد. إذا نلخص نقول أم ينتمي المجال ناقص ما لا نهاية صفر، لا توجد حلول. هذه هي المناقشة البيانية تاع التمرين الأول. نروح دوك نشوفوا التمرين الثاني في نفس البكالوريا 2022 ونشوفوا كيفاه كان السؤال. صح أعطانا نفس الطريقة تمرين على أربع نقاط، عندنا رسم مجموعة من الأسئلة. في السؤال الثالث كانت المناقشة البيانية، بصح شوف كيفاه كتب لك المعادلة اف لإكس تساوي إكس ناقص أم. في هذه الحالة تنقل تخلي اف لإكس في طرف وتنقل الأعداد والعبارات الأخرى للطرف الآخر، راح تحصل كذلك على عبارة من الشكل اف لإكس تساوي الفا إكس زائد بيتا، واللي يكون الحلول تاعها كذلك هي فواصل نقاط تقاطع بين سي اف والمستقيم ذو المعادلة الفا إكس زائد بيتا. صح كي تنقل الأطراف هذو إلى الجهة الأخرى راح تحصل على اف لإكس تساوي هنا كاين زائد إكس، كي ننقلها من هنا تولي ناقص إكس، وهنا ناقص أم ننقلها للجهة الأخرى تولي زائد أم، يعني تصبح المعادلة من الشكل اف لإكس تساوي ناقص إكس زائد أم. في هذه الحالة المستقيم معامل توجيهي هو ناقص واحد. وفي هذا التمرين كذلك راح تلقي تلاحظ بعد ما تجاوب على السؤال الأول والثاني أن المماس هنا تي معادلته إيكغيك تساوي ناقص إكس، يمر من المبدأ كذلك ولكن معامل توجيهي هو ناقص واحد، اللي هو نفس معامل توجيه هذا المستقيم ذو العبارة ناقص إكس زائد أم، عندهم نفس معامل توجيه. إذا لما يتغير أم وش يصير؟ تحصل على مستقيم آخر يوازي هذا المستقيم، دونك راح نخدم على هذا المستقيم. أول حاجة لما أم يساوي صفر، كيكون أم يساوي صفر راح تحصل على أف لإكس تساوي ناقص إكس، اللي هي نقطة الحلول تاعها اللي هي فاصلة نقطة التقاطع، فاصلة نقطة التقاطع اللي هي نقطة تماس. في الحالة الآن تلاحظ باللي راهو يمس في النقطة ذات الفاصلة صفر، في النقطة ذات الفاصلة صفر. إذا نقول باللي عنده حل، نلخص هنا فقط، قلنا المعادلة هذه راح تكون تكافئ اف لإكس تساوي ناقص إكس زائد أم. صح ناقص إكس زائد أم. أول حاجة قلنا لما أم تساوي الصفر، لما أم تساوي صفر راح نتحصل على أف لإكس تساوي ناقص إكس، دونك هنا أم تساوي صفر تتحصل على هذا المستقيم بالضبط، يشترك مع منحى الدالة أف في نقطة واحدة ذات الفاصلة معدومة. في هذه الحالة نقولوا يوجد حل وحيد معدوم، حل واحد معدوم. أما الحالة الأخرى كما درنا قبيل بنفس الطريقة، إذا كان أم يساوي صفر وش معناه؟ معناه راح نسحب هذا المستقيم في اتجاه الشعاع جي، أسحبه بأم بمقدار أم، مثلا أم تساوي واحد، إذا كان أم تساوي واحد راح نتحصل على هذا المستقيم، أم تساوي اثنين نتحصل على هذا المستقيم، أم تساوي واحد ونص بيناتهم، أم تساوي 0.5 إلى آخره. تلاحظ تلاحظ بأنه في كل الحالات هذه وين يكون أم موجب راح يكون عندي نقطتي تقاطع، راح يكون عندك نقطتي تقاطع بين سي اف والمستقيم هذا ذو المعادلة إكس ناقص إكس زائد أم. هنا تلاحظ باللي الحل هذا موجب، أما هنا فهذا حل سالب. كذلك لما أم تساوي واحد، لما أم تساوي اثنين إلى آخره. أقول لما أم تنتمي المجال ناقص ما لا نهاية صفر يوجد حلين، عفوا لما أم تنتمي إلى، بدينا بالحالة الموجبة، لما أم تنتمي إلى صفر زائد ما لا نهاية
طبعا مش لازم تبدا بالموجب ومن بعد سالب من صفر زائد ما لا نهايه. يوجد حلين موجب وسالب. اما الحاله الاخيره لما ام تنتمي الى المجال ناقص ما لا نهايه صفر، لما ام تنتمي لناقص ما لا نهايه صفر هنا يعني مثلا ام تساوي ناقص واحد، تلاحظ بلي توجد نقاط تقاطع، ام تساوي ناقص اثنين، ام تساوي ناقص 0.5، في هذه الحاله لا توجد نقاط تقاطع، يعني المعادله ما عندهاش حلول. نكتب في هذه الحاله لا توجد حلول. ملاحظه اخيره، كي تخلص المناقشه البيانيه كيقول لك ام وسيط حقيقي، يعني ام ينتمي الى ام، لابد بعد انهاء المناقشه لابد تكون مسحت جميع القيم الحقيقيه. تلاحظ هنا ام يساوي صفر، ام من صفر زائد ما لا نهايه، ام تنتمي من ناقص ما لا نهايه صفر، يعني ما كاين حتى قيمه الام ما درسناهاش، درسنا كيكون موجب، كيكون سالب، كيكون معدوم. هذه الحالات في ثلاثه نكونوا مسحنا المستقيم الحقيقي. كانت هذه فيديو قصير حول المناقشه البيانيه، نلتقي في فيديوهات اخرى، الى اللقاء. حاب تقرا اونلاين؟ احصل على بطاقتك واقرا من دارك. منصة دروسكم، علم، أمان، امتياز.